أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أبارك لسيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولمراجع الدين العظام، ولجميع المؤمنين والمؤمنات ذكرى عيد الغدير الأغر. وأسأل الله عز وجل أن يعيده علينا في خير وعافية وسلامة. الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب بولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم. هذا المقطع من الآية الكريمة من سورة المائدة، من بدايات سورة المائدة، وسورة المائدة هي آخر ما نزل من سور القرآن الكريم باتفاق المسلمين. المسلمون كلهم متفقون على أن آخر ما نزل من سور القرآن الكريم هي هذه السورة المباركة، سورة المائدة. و أيضا يتفق المسلمون بأن هذه الآية نزلت بعد حجة الوداع، يعني أنها نزلت في آخر حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، حيث أن حجة الوداع كانت قبل 3 شهور تقريبا من وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. ويذكر كثير من المفسرين حينما يتعرضون لهذه الآية أن هذه الآية نزلت بعد حادثة غدير خم، بعدما وقف الرسول صلى الله عليه وآله وأخذ بيد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وقال قولته المشهورة: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. أكثر المفسرين يقولون بأن هذه الآية نزلت بعد حادثة الغدير، بعد حادثة غدير خم، بينما نجد البعض ينكرون أي علاقة لهذه الآية بحادثة الغدير، وربما استندوا في هذا الإنكار أو استند بعضهم في هذا الإنكار إلى سياق الآية الكريمة. يعني إذا جئنا إلى سياق هذه الآية يقولون نجد أن سياق هذه الآية يوحي بأنها لم تأتي في سياق الحديث عن حادثة الغدير، حيث أنها صدر الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. فيقولون بأن سياق هذه الآية الكريمة يدل على أنها ليست بصدد الحديث عن حادثة الغدير أو ما شاكل ذلك، لأنها بيّنت أن سبب إكمال الدين وإتمام النعمة إنما هو الأحكام والتشريعات التي نزلت في هذه الآية. يعني بعد أن بيّن الرسول للمسلمين تحريم الميت والدم ولحم الخنزير وما إلى ذلك من الأمور التي ذكرت في الآية،
بعد ذلك الآية ماذا قالت؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم، فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم. فإكمال الدين وإتمام النعمة ويأس الكافرين إنما هو بعد نزول هذه التشريعات. والجواب أن هذه المسألة غير متعقلة. هل يمكن أن يكون إكمال الدين بهذه التشريعات؟ الجواب لا، هذا غير معقول، أصلا لا يمكن أن يتصور. لماذا؟ لنكتتين مهمتين. النكتة الأولى أن هذه الأحكام والتشريعات التي وردت في هذه الآية الكريمة هي أحكام وتشريعات جزئية لا تمثل محورا من محاور الدين. نعم هي تشريعات ثابتة مسلمة عند المسلمين، ولكنها لا تمثل محورا يصح أن يجعل سببا لإكمال الدين، يصح أن يجعل سببا ليأس الكافرين. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، هذا التعبير في الآية اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، هل يصح أن يطلق مثل هذا الأمر لمجرد أن تشريع تحريم الميتة أو تشريع تحريم الدم أو لحم الخنزير؟ هذا أمر يعني لا يتناسب مع التعبير الوارد في الآية اليوم يئس الذين كفروا، كأن شيء عظيم قد حصل جعل قلوب هؤلاء ماذا؟ يدب اليأس في قلوب هؤلاء. فمثل هذا الأمر يدل على أن المقصود بالآية أو المقصود بهذه الفقرة من الآية أمر آخر غير صدر الآية الكريمة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذه التشريعات كلها سبق أن نزلت في سور سابقة، قلنا آخر ما نزل من سور القرآن هي سورة المائدة، هناك وهي من السور المدنية بل آخر السور المدنية كما بينا، في حين هناك سور أخرى سبق أن نزلت فيها مثل هذه التشريعات تحريم الميت وما إلى ذلك، مثل سورة الأنعام وسورة النحل. هناك سور هذه من السور المكية، مع ذلك ورد التنصيص على هذه المحرمات في هذه السور السابقة على سورة المائدة، فكيف يصح أن يأتي السياق ليثبت حكما ويرتب حكما أو يرتب اليأس، يأس الكافرين وإكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب على أمر أساسا هو ليس بحادث؟ يعني حينها سيتساءل المسلمون ما الذي حصل؟ هذه كلها تشريعات قديمة، لا يوجد شيء جديد يسترعي أن يعبر ب يئس الذين كفروا من دينكم. فهذا الأمر يؤكد صحة ما ذكره المفسرون بخصوص ارتباط الآية بيوم الغدير، وأن مسألة الولاية هي الأمر الذي اكتمل به الدين، وهي الأمر الذي ماذا؟ أوجب يأس الكافرين من هذا الدين. فالكفار كانوا يعولون على أن الرسول صلى الله عليه وآله في شيخوخته، يعيش فترة الشيخوخة، وفي ولا محالة أنه ماذا؟ كغيره من البشر سيموت، وحينها سينقضون على هذا الدين، لأنه لن يكون هناك من يحامي عن هذا الدين. فلما نصب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه دب اليأس في نفوسهم، وعلموا بأن هذا الدين دين مستمر، وأن العصمة مقام العصمة والإمامة مستمر بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، بعد ما يرتقبونه من وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ولهذا يدب اليأس فيهم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الأمر ماذا؟ يؤكد على أن سياق الآية الكريمة لا يناسب أن ماذا؟ أن يكون هذا هذا المقطع مرتبط بصدر الآية الكريمة أو بذيلها الذي ورد فيه فمن اضطر غير متجانف لإثم، أو فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فإن هذا الدليل أيضا ماذا؟ أجنبي عن هذا المقطع من الآية. هذه الآية توضح لماذا
نحيي يوم الغدير، لأنه الحدث الذي بسببه ماذا؟ يئس الذين كفروا من دينكم، وهذا الحدث هو الذي بسببه اكتمل الدين، وهذا السبب الذي لولاه، هذا الحدث الذي لولاه لما كان الإسلام دينا مكتملا يرضاه الله تعالى لنا. بهذا النص، بنص الغدير يكتمل الدين، بنص الغدير ماذا؟ يصير الدين كاملا، ويأس الذين كفروا من السيطرة على هذا الدين. فإكمال الدين وإتمام النعمة لا يتم إلا بالولاية، بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، بالولاية والإمامة، مبدأ الولاية والإمامة. إذ أن الشريعة الكاملة، هذه الشريعة الإسلامية هي الشريعة الكاملة الصادرة من الكامل جل وعلا. هذه الشريعة الكاملة لن تفهم ولن تطبق بشكل كامل وصحيح وخال من الشوائب إلا إذا كان هذا التطبيق والفهم على يد المعصوم، على يد الإمام الكامل، الإمام المعصوم سلام الله عليه. فالإمامة في عقيدتنا ليست مجرد تعيين لمنصب سياسي. نحن لا نرى أن تنصيب الرسول صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام كان مجرد تعيين لمنصب سياسي، لا، المسألة أعمق من ذلك، بل هي الإمامة هي إمامة وولاية دينية وسياسية، يعني لها هذين البعدين، إمامة وزعامة وولاية دينية وسياسية. معرفة الإمام سلام الله عليه يعني أن تعرف من تجب طاعته ومن تأخذ عنه دينك. لهذا من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، مو مجرد زعامة في قضية سياسية محضة، لا، الموضوع أعمق من مجرد ذلك. ولهذا من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فالغدير يعني مسألة الولاية التي أكد عليها نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله في عدة مواقف وقف فيها صلى الله عليه وآله. وورد في صحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمسة، بني الإسلام على خمسة: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينال بشيء كما نولي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه، يعني الولاية. هذه الرواية وغيرها من الروايات التي جاءت لتبين موقع الولاية في هذه الشريعة الإسلامية. نحن نحيي هذا اليوم لنشكر الله عز وجل على هذه النعمة، على نعمة إكمال الدين، على نعمة إكمال الدين، ولنكسب أيضا فضل إحيائه بالعبادة والطاعة. غايات كثيرة لإحياء هذا اليوم، ونحيي هذا اليوم أيضا لنعرف الناس، وهذه غاية مهمة جدا، أن نعرف الناس بهذه الحادثة وبمضمون هذه الحادثة. قبل أن نعرف الناس نذكر أنفسنا بما جرى في يوم الغدير، وبضرورة التمسك بما أمر به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في يوم الغدير، ضرورة التمسك بهذا المبدأ، مبدأ الولاية، وأن نضحي من أجل هذا المبدأ. وأيضا كما قلت ماذا؟ أن نعرف الناس بهذه الحادثة، حادثة الغدير، ومضمون هذه الحادثة ودلالات هذه الحادثة. هذه الحادثة لها دلالات، ما هي دلالات هذه الحادثة؟ من مسؤوليتنا أن ماذا؟ أن نعرف الناس بهذا الأمر، أن نعرف الأجيال القادمة بهذا الأمر، أن لا يخرج لدينا جيل لا يعي حقيقة ما جرى في يوم الغدير، لا يعي أبعاد ما جرى في يوم الغدير. ربما البعض يسمع عن يوم الغدير ولا يعرف أن هذه الحادثة من الحوادث الثابتة التي تضافرت النصوص عليها في طرق المسلمين جميعا، في جميع كتب المسلمين، في جميع مصادر المسلمين تضافرت النصوص على وقوع هذه الحادثة من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. من مسؤوليتنا الشرعية أيضا أن نعرف المجتمعات الأخرى، مو فقط أجيالنا نحن، حتى المجتمعات الأخرى التي لا تعرف مبدأ الولاية، من مسؤوليتنا كمؤمنين أن نعرف المجتمعات الأخرى
بهذا الأمر، فهذه مسؤولية تقع على عاتقنا كمؤمنين بهذا المبدأ. كانت سيرة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم على إحياء هذا اليوم وحث الشيعة على هذا الإحياء، وقد وردت روايات كثيرة في الحث على إحيائه والصوم، يعني إحيائه بالصوم والغسل والزيارة والصلوات، بل والهدايا، أن نتهادى في هذا اليوم الصدقة والهدايا وما إلى ذلك، كل أنواع القربات والمستحبات ينبغي للمؤمن ماذا أن يقوم بها في مثل هذا اليوم العظيم. بعض الروايات عبرت عنه بالعيد الأكبر، بالعيد الأكبر، الروايات متضافرة في إحيائه عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، أن الأئمة أحيوا هذا اليوم، وأكد على هذا المعنى المسعودي في المؤرخ المعروف الذي عاش في القرن الرابع الهجري، أكد على هذا الأمر في كتابه التنبيه والإشراف، حيث أشار إلى أن أهل البيت سلام الله عليهم آل علي كانوا يحيون هذا اليوم ويعظمونه، ويتحدث مو عن من عاصره بل عن العصور التي قبله، يعني لأنه كان يتحدث عن سيرة تاريخية لأهل البيت سلام الله عليهم في إحياء هذا اليوم. فهذا النص من هذا المؤرخ المعروف والمشهور والدقيق يشير إلى هذا الأمر، وأنه ماذا؟ وأن إحياء يوم الغدير كان أمر معروف عند أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. وينقل أحد الرواة يقول: حضرت مجلس مولانا الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه في يوم الغدير. شوف هذا التعبير، يقول: وبحضرته جماعة من خواصه، يعني هناك مجموعة من خواص أصحاب الإمام سلام الله عليه كانوا بحضرته، قد احتبسهم، احتبسهم يعني حصرهم عنده، أجلسهم عنده، قد احتبسهم عنده للإفطار معه، يعني أن الإمام كان قد صام في ذلك اليوم وقد صاموا معه. التفت، خواص الإمام كان صائما في ذلك اليوم وخواص الإمام كانوا صائمين في ذلك اليوم، قد احتبسهم عنده للإفطار معه، قد قدم إلى منازلهم الطعام. شوف الإمام ماذا فعل، مو فقط أنه عزم أصحابه ودعاهم إلى الإفطار في هذا اليوم عنده، بل قد قدم إلى منازلهم الطعام والبر، وألبسهم الصلات والكسوة. الصلة ما يهدى لتكريم الآخرين، أهدى إليهم ملابس، ألبسهم، يقول ألبسهم الصلات، إذا ألبسهم الصلات يعني ماذا؟ أنه وصلهم بثياب تلبس، ألبسهم الصلات والكسوة حتى الخواتيم والنعال، يعني مو فقط ملابس مثلا ثوب وقباء وسراويل وما إلى ذلك، بل حتى أن كسوة أو يعني صلاة الإمام شملت الخواتم والنعال. فهذا التعبير من هذا الراوي يكشف عن مدى اهتمام أهل البيت سلام الله عليهم بإحياء هذا اليوم والتبرك بهذا اليوم والاحتفال بهذا اليوم. وقد احتفل أصحاب الأئمة سلام الله عليهم بهذا اليوم كما تشير الكثير من الروايات، كما احتفل الشيعة بهذا اليوم منذ عهد الأئمة إلى يومنا هذا. كل المصادر التاريخية تشير إلى ماذا؟ إلى هذا الاحتفال عند الشيعة. ولعل أول فرصة، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن المجاهرة بالاحتفال بهذا اليوم، لعل أول نص تاريخي يشير إلى المجاهرة علناً بالاحتفال بهذا اليوم بشكل علني وعام في بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية، لعل أول نص هو ما ذكره بعض المؤرخين كابن الأثير وابن الجوزي، ابن الأثير في الكامل في التاريخ وابن الجوزي في كتاب المنتظم، أشاروا إلى أنه في زمن الدولة البويهية على يد معز الدولة البويهي في حوالي سنة 352 هجرية، ذكروا أن من ضمن الحوادث التي جرت في هذا العام أنه ماذا؟ خرج الناس في بغداد واحتفلوا ونصبوا القباب وتزينوا وما إلى ذلك، وجاهروا بالاحتفال بعيد الغدير. وقد تكررت هذه الحادثة في السنوات اللاحقة تقريبا 90 سنة، في من سنة تقريبا 350 إلى حوالي 90 سنة، نجد بين الفينة والأخرى المؤرخين يذكرون يشيرون إلى هذا الحادثة بشكل سنوي تقريبا،
أنه خرج الناس في منطقة الكرخ في بغداد واحتفلوا ونصبوا الزينات والقباب وما إلى ذلك، وأعلنوا الفرح في يوم الغدير. هذه التعابير موجودة في عدة مصادر تاريخية، من ضمنها كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير وغيره، عدة مصادر تاريخية أهمها هذين المصدرين مما راجعته له، الكامل في التاريخ وكتاب ابن الجوزي في التاريخ له المنتظم على ما أذكر. كما تشير المصادر أيضا إلى أن الفاطميين، الدولة الفاطمية في مصر، أيضا كانوا يحتفلون بهذا اليوم، وكانوا يقومون يعني بعدة أعمال خيرية في هذا اليوم، يزوجون اليتامى ويوزعون الكسوة على الفقراء ويفرقون الهبات والأموال وينحرون المواشي ويطعمون الناس منها ويعتقون الإماء والعبيد، أمور كثيرة يعملونها في مثل هذا اليوم للاحتفال بهذا اليوم. فهذه الاحتفالات يعني لعلها يعني برزت بشكل واضح في زمن الدولة البويهية وفي زمن الدولة الفاطمية، ثم بعد ذلك في زمن الدولة الصفوية والدول الشيعية المتعاقبة التي مرت في التاريخ. في قريتكم، طبعا في البحرين عموما، في البحرين وجميع المناطق الشيعية، كان الإحياء ليوم الغدير كما ذكرنا منذ عهد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. أينما ولد الشيعة في أي مكان كان هناك إحياء لحادثة الغدير، والبحرين ليست استثناء بل سارت على هذا النهج. وهذه القرية المباركة أيضا، قرية بني جمرة، أيضا كان الاحتفال بهذا اليوم قريما، ولعل الاحتفال بهذا اليوم بشكله الحديث والمعاصر، لأن الاحتفال تطور وأشكال الاحتفال اختلفت من زمن إلى آخر، والاحتفال بهذا الشكل الحديث المعروف يرجع ربما إلى خمسينات القرن الماضي، خمسينات القرن العشرين، كما يؤكد الكثير من رجالات هذه القرية المباركة، حيث تتم استضافة العلماء والمفكرين للحديث لإحياء هذا اليوم والحديث عن فضائل أمير المؤمنين وعما جرى في هذا اليوم ودلالات هذا الحدث العظيم وما يستفاد من هذا الحدث. من الضروري جدا أن نستمر كمؤمنين في الاحتفال بهذا اليوم، أن نتمسك بهذا اليوم، وأن نتأمل في دلالات هذا الحدث العظيم الذي جرى في هذا اليوم، والذي عبرت عنه الآية بأنه، أو رتبت عليه الآية الكريمة، أن عملية يأس الكافرين من هذا الدين ومن السيطرة على هذا الدين، وأنه سبب لإكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. من الضروري جدا أن تستمر أجيالنا جميعا في الاحتفال بهذا اليوم كي نسلمه للأجيال القادمة منارة هدى ووعي وبصيرة، وأن تندفع بإحياء مثل هذه المناسبة العظيمة ما قد تدخل على الأذهان من شبهات سهلة وبسيطة، لكنها ربما نتيجة ابتعاد البعض عن إحياء مثل هذه المناسبة ربما تكون سببا في انحراف البعض. فمن الضروري جدا أن ماذا، أن نتمسك بإحياء هذا اليوم حتى نحافظ على أجيالنا أجيالا مؤمنة متمسكة بنهج ولاية أهل البيت سلام الله عليهم. أسأل الله عز وجل أن يعيد علينا وعليكم جميعا هذه الذكرى ونحن في حال أحسن من هذا الحال، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.